متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. برنامج إربح مع صاهو. الجميل في هذا البرنامج أن ترى كل يوم سهيلة بلشب في أحدث إطلالة لها. الفنانة الصاعدة إيناس عبدلي، وبعد أن أنهت تمارينها الرياضية، ها هي تكسر صيامها بكأس من الماء مرفوقة بعبارة جميلة: وما الحب إلا مرض جميل. وبعد غياب طويل، ها هي بطلة مسلسل إما مونيا بنفيغور بإطلالة عصرية، تمثلت في فستان كلاسيكي شبابي مما زادها رونقا وجمالا. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.